الأجيال بتراث الآباء والأجداد والحفاظ عليه، أقيم في ساحة كنيسة المنتابية بقرية القلاطية ضمن فعاليات مهرجان القلعة والوادي معرض تراث الضيعة، وهو تقليد سنوي يعرض فيه المشاركون الصناعات اليدوية والأدوات الزراعية القديمة الحاضرة بعبق الماضي والفريدة بتنوعها، وذلك بحضور وزير السياحة المهندس بشر اليازجي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ومحافظ حمص، وحضور رسمي وشعبي واسع. انه هاي للسنة الرابعة عم نشارك مهرجان الوادي والألعاب فعالية تراث القرية قرية القلاطية من ساحة كنيسة المنتابية، وكل سنة عم بيكون عندنا نشاط أكثر من كل سنة، والسنة كان مثل ما وعدنا مواطننا بالوادي ومواطننا بسوريا ومغتربيننا بالخارج، وعدنان موسم 2017 رح يكون مميز. بس تراثنا رح يضم نحن من البيت الريفي، رح نبلش فيه كيف كانت عيش العالم بالماضي، كيف التنور يلي كان من الافران ما كان فيه طبعا بالماضي هلا في تنور، في الالعاب يلي هلا نحن بنقلها مدينه العاب سيارات كهربائيه، رح تشوفوا لك موجوده على اليمين العاب يدويه كانت مسميه مدينه ملاهي بالماضي. هاي الفعاليه كثير مهمه، نعرف على جيل الشباب الجديد على تراثنا الماضي وعلى اجدادنا كيف كانوا يعيشوا ويتعايشوا، بيعمل نوع من الألفة والمحبة بين الشباب. منطقة وادي النضارة تزخر بالتراث العريق الذي يحمل في ثناياه الكثير من القيم العربية الأصيلة، وهو ما تجلى في إحياء المشاركين لتراث الأجداد وعرض ما يقتنونه من أدوات تراثية قديمة. وفي هذا المعرض جلس أحد سكان المنطقة ليصنع من أعواد الريحان مجموعة من السلال بمهارة فائقة، وفي مكان آخر تحضير وعرض مجموعة من المأكولات الشعبية. في هالحرفة هاي حرفة تراثية وقديمة كتير، ونحن هلا بس حفاظا عليها من انه تندثر وتنتهي رجعنا نعرف فيها الشباب الجيل الجديد ونرجع هيك نذكر فيها بالماضي القديم، لانه بالماضي كانوا اجدادنا وابائنا يعتمدوها بحياتنا اليومية. نحن مغتربين بأمريكا، كل سنة بنحرص انه نجي لهون مشان نشارك بالمهرجان، وهاي المرة ونحن كتير عم نتعرف على تراث أجدادنا ونفتخر فيه كتير، وهلأ عم مثله أنا بالكبنية. وفي ساحة كنيسة المنتابية قدمت أيضا فرقة جبالة عرضا تراثيا، فكان هذا المعرض فرصة للعودة إلى الصفاء التي تذكر بحياة الريفيين التي تجمع بين التعب والسعادة. من ساحة كنيسة المنتابية بقرية القلاطية، شيرين العلي، الإخبارية السورية. أهلا بكم جميعا.